وفكره الروح اللي موجوده بين لاعبي الاهلي واحتفال حسين شحات باحتفال الكهرباء تحديدا، وانه يعني بيحاول يوصل مسج الكهرباء. بالنسبه لي خد بالك دي بتحصل في الكوره كتير جدا، اللعيبه في لعيبه بتبقى محبوبه في الفرقه، ممكن يكون كهرباء اكيد يعني كهرباء واحد منهم ان ده بيحصل. هو كهرباء هايبر، هو كهرباء فعلا، فتلاقيه هو دايما مع اللعيبه كلها كده. فانا بشوف ان حسين شحات هي دي تودينا الحته، هل هو اصلا الدعم ده موجود عشان هو في مشكله مع كهرباء، ولا هو الغياب طبيعي عادي؟ جمال طبعا هو اقرب للنادي الاهلي هو اللي يجاوبنا، بس يعني دي معناها بتخليني ان انا يعني تثير الشكوك، هو انت بتدعم كهرباء يعني عادي؟ هو غاب النهارده ولا اصابه ولا حاجه، ظروف معينه، ممكن يكون حب زياده من حسين الشحات، الله اعلم يعني. لكن هو جمال بقى لو عنده معلومه يقول لنا يعني. جيمي ولا حاجه خالص بالنسبه لي، ولا تخبش عليا. لا من اللعيبه القريب، هم يعني من اللعيبه القريبين لبعض جوه الفريق، حسين الشحات وكهرباء هم قريبين جدا لبعض كاصدقاء، بعيد عن الفريق يعني. فهو الراجل حسين الشحات سجل النهارده، وارد يكون كان في كلام ما بين كهرباء وحسين قبل المباراه ان هو هيسجل او شيء، ف بيقول له ان انا فاكر يعني، بس مش اكتر. بس كده مش اكتر من كده. طب غياب كهرباء، بما ان دي برضو قضيه تم تداولها بشكل كبير جدا، وعايز اسمع وجهه نظرك انت وجوهري. يمكن جوهري كنت بتكلم معاه قبل الهوا يعني، واحنا بنتكلم في التليفون قبل الاستوديو، وقال لي انا بشوف ان الموضوع عادي، برضو هسمع رايه يعني في الاستوديو، لكن عايز اعرف منك وجهه نظرك، هل التوقيت كان مناسب لان كهرباء يغيب عن النادي الاهلي؟ لا، التوقيت غير مناسب. مودست كان عنده امر شخصي وتم تاجيله، وسام ابو علي لسه بيدخل جوه الفريق، لكن في الاخر انا بالنسبه لي الامر واضح تماما. الاهلي لعبته كان بتبقى عندها تكريم في بعض الجوائز القاريه، واللعيبه لاهميه المباريات ما كانتش بتسافر تستلم الجوائز، وكان مسؤول من النادي الاهلي، يعني حدث لا يمكن تاجيله. لكن طبعا مبروك لي، واكيد كلنا لما عندنا امور شخصيه بنبقى حريصين ان احنا نتواجد فيها، لكن كان ممكن يتم تقديمه تاجيله يوم او يومين، والامر والراجل يبقى يكون موجود مع الفريق، خاصه انه مش عقد قرانه هو يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه انه الحاسم في الامر والشاهد في الامر انه المدير الفني وافق. فانا القصه بتاع انا سالتني عن رايي الشخصي، قلت لك رايي، لكن بتكلم على الكوره، الامر بالنسبه لي انتهى عند اللحظه دي، المدير الفني اتعرض عليه الامر وافق، انتهت القصه.